فيما يخص الريفيون انا عندي حرام وانا ما نقدرش نحتفل به. وجو بونس كو حتى الجزائريين ماهوش من العاده تاعهم. فيما يخص التحريم هو محرم بالكتاب والسنه وفيه نصوص باينه على الشيء هذايا. اما كما قلت لي اسكو انا احتفلت بها، انا شخصيا كنت عايش في اوروبا مده طويله 10 سنوات، كنت درست في الجامعه تما، والله قسما بالله ولا خطر احتفلت به ولا كنت دائما نديرو انه ماشي من العاده تاعنا. دوك انا نشوف الناس هذوما اللي راهم يحتفلوا بنهايه راس السنه، انا ما فهمتش الدافع اللي خلاهم يحتفلوا. هي من المفروض واحد شغل يحزن على السنه اللي جازت، وعلى بالك ضاعوا بزاف اهداف من تما، ما نشوفش كيفاش الناس عم يحتفلوا بنهايه السنه وبالك كان اللي جازت عليهم ما داروا فيها والو. وانا اللي لاحظت هاك وحنايا شغل عندنا واحد الوهم انا نعطوا الحاجات اكثر من حقها. لو كان بالك نروحوا لاوروبا ولا تلقاي الناس اللي هما يعيطوا لو جور دو لون هذاك يتعشى يدخل داره، حنا يروحوا المحرمات يديروا حاجه يجيبوا الصباح يعيوا روحهم، وهذا كامل داخله في الوعي والثقافه. جزائر تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.